أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنصة، والتي خصصناها لمناقشة وضع جرحى الجيش العسكري الجيش الوطني في تعز والمقيمين في مصر. مرة أخرى تتجدد معاناة جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، خصوصا جرحى محور تعز. هذه المرة من القاهرة، 156 جريحا معظمهم من أفراد الجيش الوطني والمقاومة يعيشون وضعا مأساويا، 60 منهم بحاجة لعمليات جراحية ضرورية، يصارعون في الغربة لأجل البقاء على قيد الحياة. أبرز مشاكل جرحى تعز بخلاف جرحى الجهات الأخرى، لا توجد لديهم ميزانية ثابتة ولا جهة ترعاهم لتأمين احتياجاتهم العلاجية اللازمة، ناهيك عن كلفة المعيشة. حالة من اللا استقرار يدفع ثمنها الأبطال، بعضهم يتم اختصار فترة علاجه قبل شفائه، والبعض الآخر ينتظر منذ أشهر توفير طرف اصطناعي، وبعضهم مهدد بالطرد من مقر سكنه، وكل ذلك بسبب الإهمال الرسمي. كل ما يتلقونه مجرد مبالغ إسعافية طارئة، وكأن احتياجهم طارئ ومؤقت، وضع زاد من وتيرة الغضب بين الجرحى. ومن الطبيعي أن تتحمل قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ المقيم أصلا في القاهرة ومعه لجنة الجرحى أن يتحملوا المسؤولية المباشرة. لأجل ذلك خصصنا هذه الحلقة لمتابعة شؤون الجرحى وبحث أهم الحلول السريعة والممكنة. قبل أن نبدأ النقاش نستمع لعينة من تصريحات خاصة وصلتنا من الجرحى المتضررين، ثم نبدأ باستقبال الاتصالات. نحن هنا في القاهرة أصبحنا مشردين، لا مصاريف، لا سكن، لا أكل، لا مأوى. نناشد كل من له سلطة النظر بعين الاعتبار، النظر بعين الرحمة. نحن هنا وصلنا إلى مرحلة يرثى لها، وصلنا إلى مرحلة بؤس. نحن وصلنا إلى مرحلة بؤس. أيها المسؤولين، اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا سافرت من تعز بشهر 3، ولحد الآن لي تقريبا 5 شهور. سافرنا لتركيب طرف صناعي للرجل اليمنى المبتورة من تحت الرجل، لحد الآن لم نجد أي استجابة من اللجنة الطبية لتركيب ذلك الطرف، بحجة عدم توفير بعدم وجود سيولة نقدية لتركيب الأطراف المالية، وكذلك يقول أن عدم وجود أن تعز مالي لجرح الأطراف الصناعية. بالنسبة للمصاريف، خلال شهر 8 توقفت المصاريف، نحن الآن بلا مصاريف، وربما خلال الأيام القادمة سوف نخرج من الشقة لعدم توفير الإيجارات لندفعها لصاحب المستأجرين. أنا والد القريع عصام عبد الحكيم عز الدين، أصيب ابني برصاصة 12/7 بالقدم بالكاحل، وهذه هي الإصابة، وعملوا له هنا وسافرنا إلى القاهرة، عملوا له عمليتين تنظيف وإصلاح الكاحل، والآن يقول الدكتور عادو يدعس عليها وتبتني اللحمة اللي زرعوها هنا في رجله، تمام. والآن نناشد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع والمعنيين للجرحى واللجنة الطبية للجرحى بأن يعطوا مستحقاتنا من السكن ومصاريف، لأنها انقطعت علينا، ونريد موازنة ثابتة لجرحى تعز في القاهرة. ونناشد رئيس الجمهورية، وانقطعت هذه الأموال من المالية بمبلغ 581 مليون، والآن نناشد رئيس الجمهورية بإعطائنا مستحقاتنا ومصاريف السكن ومصاريف الأكل والشرب. ونشكركم ونشكر رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معين عبد الملك، واهتموا وأعطونا مستحقاتنا وموازنة ثابتة نشتي لجرحى تعز. قصة عينك هذه مالي؟ هذه قد كان يفرغ مي هنا بالقاهرة، يعني يقول لي شفرغ الدكتور، والثاني يقول لي لما تتدخل جراحيا، وانا سافرت من اليمن يعني لعملية مستعجلة، خلونا هنا 6 شهور ومن دكتور لا دكتور من دكتور، يعني ما يودونيش عند الدكتور اللي هو مختص تمام،
من اول حاجه هكذا يعني يبدا يدموك عند 3 4 5 دكاتره 6 ما ينفعوش. ولد على حسابي عند دكتور يقول لك هذا على حسابك انت، رحت من قال لك تروح عنده؟ يعني الدكتور اللي رحت انا على حسابه عندي نتيجه احسن من اللي تبع لك. يعني ايش كانوا يشتعموا لك؟ هذا كان الشيء فرغمي، واحد يقول لي ما يشتعموا لك تفريغ العين ويركبوا لك بدال عين مرجاني. ايوه خلطكم الله هذا بين سخاقه مع هذا اللي عند اشتغل الان يعملوا بين عين مرجاني. هذا انا اشوفه تمام. انت بعدين ضغطت عليهم ما رضكش تروح تفرغ؟ ايوه. ورئيس اللجنه ما كان يشتم منك؟ خلي هذاك ما تشوفه باش انت سمع تفريغ تفريغ. ما شاء ما شاء الله. ولا اللي انت تعمل العمليه عند الدكتور اللي رحت انت عنده وقع لي انا ان ما لهناش دخله. وقع هذا لون هذا ويعني ما نفس الخبر ما رفض ما عنديش عمليه ولا عندي اليد. عملت العين هذه المهم رجعت عملت عمليه ليه ولا لا؟ أيوة. هذا اللي كان يشوف الرغم. عملت العمليه ولا نشوفه بي يعني احسن من اول. يعني ضغطت عليهم عملته بالمكان الصحيح والان تشوفه بي تمام. الحمد لله. العين الثانيه ما عليه؟ العين الثانيه لو التقرير عندهم ما يقارب 3 شهور هكذا ورفض الدكتور اني اعمل لي عمليه. ليش؟ مش عارف، قال انا مش اعمل لك عمليه ازيد عميك. وانت معك تقرير؟ معي تقرير وانا مقتنع بالدكتور هذا ان انا اعمل معه عمليه. قال لي ليش تروح عنده؟ ما قال لك تروح عنده. يعني مش تودوا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدا باستقبال اتصالات هذه الحلقه. معنا سنبدا هذه المره بطريقه استثنائيه معنا عبد الفتاح اسماعيل، وهو رئيس اللجنة النقابية الخاصة بجرحى تعز في مصر، وللتذكير هي نقابة تحت التأسيس. ومن الطرف الآخر من اليمن من تعز معنا رئيس اللجنة الطبية في تعز الدكتور محمد الثوابي. مرحبا بك دكتور محمد ومرحبا بك عبد الفتاح. أبدأ معك عبد الفتاح إسماعيل، شاهدنا تصريحات الجرحى و نود منك أن تطلعنا أكثر على وضع الجرحى جرحى تعز في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر قناة بلقيس على اهتمامها الكبير بالقضايا الإنسانية والاجتماعية والوطنية، وهذا الشرف تتميز به القناة وكامل طاقمها. أشكر البرنامج المنصة ومقدمته المتألق علي. أهلا بك عبد الفتاح. وكل طاقم المونتاج وكل جندي مجهول شارك من خلف الكاميرا بإعداد تقديم هذا البرنامج الناجح. أولا أختي العزيزة، مأساتنا مستمرة وسط خذلان من القيادة العليا للدولة. جرحى تعز هم اللجنة الأولى التي شكلت سدا منيعا أمام المشروع الانقلابي السلالي، فكانت حجر أساس لانطلاق مشروع المقاومة واستعادة الجمهورية. نعم. ولكن للأسف مع كل هذه التضحيات تعاني تعز من الإهمال والخذلان، بحيث أن جرحى تعز تجاوز 21,000 جريح وأكثر من 7,000 شهيد، وإلى الآن لم يتم اعتماد ميزانية ثابتة لعلاج الجرحى إسوة ببقية المناطق. طبعا لا أحد ينكر أن اللجنة الأصلية في تعز ممثلة بالدكتور محمد الثوابي اشتغلت في ظل ظروف قاهرة جدا وسعت جاهدة لاستخراج مبالغ إسعافية من السلطة المحلية او من المحور او عارف نيل، المهم ليست من الحكومة. هذه المبالغ مشكورة في اللجنة الأصلية بتعز على تدبرها في ظل صمت وخذلان رئاسة الوزراء وهيئة الأركان العامة، ولكن مع كل ذلك معنا هنا في القاهرة هذه المبالغ تصل إلى لجنة القاهرة، حيث أننا نعاني من شحد الإمكانيات الواصلة من الداخل. هنا أيضا فساد في لجنة القاهرة يتم تدبير هذه الموارد أو هذه المبالغ بحيث لا نستفيد منها إلا النذر البسيط جدا. نعم. عبد الفتاح، سنأتي لمناقشة هذه الجزئية، اتهاماتكم الموجهة للجنة الجرحى في القاهرة بتهم فساد، ولكن قبل ذلك دعني أن ننهي الفقرة الأولى والمتعلقة بالضائقة المالية التي تعاني منها اللجنة. دعني أن أذهب للدكتور محمد الثوابي رئيس اللجنة الطبية الأصلية في تعز. مرحبا بك دكتور محمد، مساء الخير. للأسف فقدنا الاتصال بالدكتور محمد، سنحاول معاودة الاتصال بالدكتور محمد حتى يكون معنا. نعود إليك عبد الفتاح. عبد الفتاح،
اطلعنا على وضع الجرحى أكثر كما شاهدت في بعض التسجيلات التي قمتم بإرسالها لنا. هنالك من يقول أنكم بدون مصاريف وبدون مصاريف علاج ومصاريف معيشة منذ قرابة الأربعة أشهر. أختي العزيزة، طبعا نحن كجرحى تأسينا بالقاهرة توقفت علينا المصاريف نهائيا منذ بداية شهر 8، وتوقفت كامل البرامج العلاجية وكامل حتى أعزك الله المستلزمات الخاصة بجرحى الشلل وهي مستلزمات بسيطة جدا توقفت، وحالنا هنا مأساوي جدا. نعم عبد الفتاح، إذا عاد معنا الدكتور محمد، ابقى معي عبد الفتاح تكرما. مرحبا بك دكتور محمد، مساء الخير، هل تسمعني؟ نعم مرحبا، أهلا وسهلا بكم. تسمعني دكتور محمد؟ مساء الخير دكتور محمد. أسمعكم تفضلوا. أهلا بك دكتور محمد، إذا لعلك اطلعت على حديث عبد الفتاح وعلى التصريحات التي قمنا بعرضها للجرحى في تعز، وبالتأكيد أن لديك فكرة عن الأوضاع التي يعيشونها. إذا اللجنة الطبية في القاهرة تمر بضائقة مالية، أنتم في اللجنة الأصلية في تعز، كيف تعاملتم مع الوضع؟ ما الذي يؤخر وصول المبالغ المفترض والتمويل المالي للجنة في مصر؟ أشكركم جزيل الشكر قناة القيس، حقيقة تطرحون المواضيع المهمة والرائعة التي نحن ناشدنا كثيرا من خلالكم من خلال جميع القنوات الفضائية الأخرى. وأنا لم أسمع طبعا البرنامج سابقا، كنت في الشارع نادرا يعني وصلت الآن. نعم، لكن ما قلناه سابقا، ليس الجرحى في القاهرة هم الذين يعانون، الجرحى في الهند هم أيضا يعانون، الجرحى في الداخل هم أيضا يعانون. ناشدنا جميع الجهات من المسؤولين من رئاسة فخامة رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء إلى نائب رئيس الجمهورية إلى محافظ محافظة تعز إلى قائد محور تعز، يا إخواننا نقول جرحى تعز لا بواكي لهم، هكذا نقولها بكل صراحة وبكل مسؤولية. تابعنا الجميع، نقول يا إخواننا نحن الآن لدينا جرحى في الداخل، لدينا جرحى في الخارج، لكن لا أحد يجيب. تواصلنا مع دولة رئيس الوزراء، حول ب 500 مليون ثم 500 مليون أخرى، يعني توجيهاته وصلت إلى المالية وقفت عند المالية. ما السبب؟ ما ندري. نتابع يوميا، كلفنا الأخ المسؤول المالي يتابع يوميا، تعبنا، نقولها وبصراحة وبكذا وبكل وضوح. هذه أمور إنسانية يتحمل مسؤوليتها أمام الله ثم أمام التاريخ. وكلام الجرحى كله فوق رأسنا وكلامهم صحيح. نحن نقول ليس لدينا أي مبلغ ولا أي اعتماد، ونقولها بكل وضوح. ويأتي أحد يقول أن معنا ريال واحد داخل مدينة تعز أو في حساب اللجنة، يأتي ليقولنا هذا الكلام. دكتور محمد، ناشدنا الجميع، بلغنا الجميع، ولعلي أتصلت لكم قبل أسبوع من هذا أو قبل يعني 10 أيام، كلمنا أيضا في قنوات أخرى، في قناة سهيل، في قناة يمن شباب، في جميع القنوات، أننا نقول نناشد الضمير الإنساني لدى المسؤولين. نعم دكتور محمد، إذا كنت تقول هنالك توجيهات وهنالك توجيهات بمبالغ من قبل رئيس الوزراء، من قبل المحافظ، من قبل عدة جهات في الحكومة، إذا أين تكمن العرقلة؟ لماذا لا يتم صرف هذه المبالغ؟ من المسؤول عن عرقلة صرف هذه المبالغ؟ يا أستاذة ثناء، العرقلة في المالية لم يصرفوا إلى الآن أي ريال ولا أي مبلغ، يتعاملوا مع تعز تعامل آخر. لماذا؟ غير بقية المناطق، يعني العام الماضي صرف لمارب 7 مليون دولار، صرف الآن قبل أسابيع لعدن 3 مليار ريال، ونحن لم نحصل على أي مبلغ. إذا كان رئيس الوزراء هو من أبناء تعز والمحافظ تعز في القاهرة، إذا أنتم عندما تتواصلون مع المالية لصرف هذه المبالغ والتي هي بأمر حكومي بتوجيهات حكومية، بماذا يتم الرد عليكم؟ يتم الرد علينا غدا بعد غدا بعد غد، ثم بعد ذلك ما لا يوجد عندنا شيء، هكذا يقولون. وأتابع المحافظ يوميا، والمحافظ يقول أنه يتابع رئيس الوزراء ويتابع المالية، ثم لا نخرج بأي نتيجة. ما أدري ماذا يريدون، هل يريدون أنه يعني انتقام من جرحى تعز أم ماذا يريدون؟ لا أدري.
من تحملون المسؤوليه؟ من يتحمل المسؤوليه المباشره عن هذه الارقام؟ رئيس الجمهوريه الى الوزاره الماليه، وانا اخص وزاره الماليه بالذات. نعم. وجميع المسؤولين، كل المسؤولين داخل داخل الجرعيه يتحملوا مسؤوليه معاناه هذا القريع. نعم دكتور محمد تفضل بالبقاء معي، سأعود إليك، ولكن دعني أسأل عبد الفتاح إسماعيل عن الاتهامات التي تحدثوا عنها. عبد الفتاح، كما تعرف وصلتنا مقاطع قمتم بإرسالها لنا عبر الواتساب لجرحى تعز في القاهرة، وهم يعرضون وثائق تثبت بعض التهم الموجهة للجنة الطبية في القاهرة. حدثنا أكثر عن هذه عن هذا الموضوع لعل الدكتور محمد يرد عليك. أستاذ العزيزة، دعيني أولا أعقب على كلام الدكتور محمد الثوابي. طبعا كل ما تفضل به الدكتور الثوابي بشان عدم اعتماد الميزانية وشكل الإمكانيات هذا كلام صحيح وحقيقي، ونحن نقدر دور اللجنة الأصلية في تعز التي تشتغل في ظروف قاهرة جدا. وتعقيبا على كلامه، نناشد فخامة المشير عبد الرب منصور باعتماد ميزانية ثابتة لجرحى تعز اسوة ببقية المناطق العسكرية. كما نطالب بسرعة الإفراج عن المبالغ الإسعافية التي كان قد وجه بها دولة رئيس الوزراء دكتور نعيم، والتي لا زالت توجيهاته حديث سبق الأدراج ولم ترى النور بعد. كما نطالب الأخ محافظ المحافظة بسرعة الإيفاء بما وعد به خلال العشر الأيام الماضية من إرسال مبلغ 100 مليون ريال كمبلغ إسعافي. نعم. بالنسبة لقضايا الفساد هنا في القاهرة، هذه مشكلة ثانوية نعاني منها نحن هنا، حيث أن المبالغ الشحيحة التي يبذل الدكتور محمد الثوابي جهدا بإرسالها إلى هنا القاهرة يتم تبديلها بصورة غير مهنية، وبحيث لا نستفيد منها كجرحى سوى في حدود 30 إلى 40%. نعم. قضايا الفساد التي نعاني منها هنا في القاهرة، التعاقد مع مستشفيات تبدو مستشفيات تعليمية خدماتها لا تزيد عن خدمات المستشفى الجمهوري في تعز. يعني إذا كنا سنعالج في المستشفى الجمهوري فلماذا نرحل ونسافر إلى الخارج لتبديل هذه المبالغ؟ لم نحصل المستشفيات التي تليق بنا كجرحى والتي تقدم الخدمة الطبية الرائعة والتي ننتظرها ونحلم بها. جرحى تصور أنه في جرحى بكر تصحيح الجرح الباطن تتم عند دكتورة نساء ولادة. أي استهتار وأي استحقار لنا كجرحى وكآدميين أن تتم هذه الطريقة معنا. نعم. بعض الشباب اللي فيهم شظايا في العين، أحدهم بالأخص يعني يذكر الجرح محمد، مورس عليه ضغوطات، كانوا يريدوا أن يعملوا عملية تفريغ للعين مع أن عينه سليمة. يعني تفريغ للعين سليمة واستبداله بفص صناعي. ايش هذا العبث؟ من المسؤول عن هذا العبث؟ طبعا هناك الكثير من المعاناه والتقصير، انا اسميه فساد، يعني فساد هنا في لجنه النص لم توفينا الكلمات التي نريدها، وسنحاول نختصر قدر الامكان. نعم عبد الفتاح، هنالك كان هنالك من بعض التصريحات التي عرضناها احد الجرحى يتحدث عن قيام اللجنه في مصر على اجبارهم على التوقيع على سندات فارغه، ما صحت هذا الكلام يا عبد الفتاح؟ استاذتي العزيزه، طبعا في معظم الجرحى اتوا بشهاده بهذا المر انه يتم احراجهم على توقيع سندات فاضية. طبعا هذه تفتح شبهة كبيرة، يعني لمن هذه السندات؟ لماذا لا يسجل المبلغ المطلوب أمام الجريح بحيث أنه يوقع على هذه السندات؟ على فكرة طبعا هذه شهادة جرحى، مع أنني أنا أحد هذه الجرحى الذي وقعت على سند كان يفترض أن يكون فيه مبلغ بسيط، ولكن تم ترك السند فاضي، ومش عارف ليش حتى أنا فرقت وقعت السند. نعم. هل مع من تحدثتم عبد الفتاح عن هذه المخالفات وهذه الأشياء؟ هل قمتم برفعها لأي جهة، مثلا للجنة الأصلية في تعز؟ هل أبلغتموهم بهذه المخالفات؟ شخصيا أنا تراسلت مع الدكتور محمد الثوابي، وأطلعت على بعض
وليس كل الممارسات التي هنا، وتواصلت مع الاخ محافظ المحافظه الدكتور محمد الثوابي، وعدنا انه سيتم تكليف لجنه للتحقيق بهذا الخصوص ولم ندري ماذا بعد. ايضا محافظ المحافظه وجه اثناء توجيهه بصرف 100 مليون كلف الاستاذين نجيب احسان مدير مكتب الاعلام والاستاذ حسان دراوح مستشار محافظه عز للتحقيق بهذه القضايا والجلوس مع اللجنه والجرحى، والى الان لم نشعر بهذا اللقاء او هذا الجلوس، يعني ننتظر منهم الكثير. نعم عبد الفتاح، اذا الاخ رئيس اللجنه ابقى معي، اسمح لي ان انتقل للدكتور محمد الثوابي. دكتور محمد هل ما زلت معنا؟ نعم نعم تفضل. دكتور محمد لعلك استمعت لكلام عبد الفتاح. دكتور محمد، اذا كنتم تعانون من ضائقه ماليه والمبالغ التي تحصلون عليها هي مبالغ اسعافيه طارئه شحيحه جدا، هل من المنطقي ان يتم التعامل مع هذه المبالغ الماليه بهذا الشكل؟ الجرحى يتحدثون عن توقيعهم على سندات فارغه، يتحدثون عن مستشفيات اقل من المستوى، مستشفيات بمستوى متدني، دكاتره غير اكفاء يقومون بعمليات جراحيه بعيدة عن تخصصاتهم. لعلك استمعت إلى وضع الجرحى، ما الذي أنتم بصدد فعله بهذا الخصوص؟ كيف ستتعاملون مع لجنة القاهرة؟ أولا يعني بالنسبة للمخالفات، أنا الحقيقة يعني بهذه الصورة التي نقلت اليوم أنا تفاجأت كثيرا أنه يقال أنه في ناس يوقعوا هؤلاء أبطال وأبطال جبهات وليسوا ناس أذلة حتى يوقع على شيك بياض أو على ورقة فارغة. بالضبط. لجنة مصر حتى نكون منصفين، يعني بذلت جهود كبيرة وحققت إنجازات كبيرة، نكون منصفين حقيقة، يعني لا نكون يعني فقط نتهم. ومع ذلك أي إنسان سيخالف أي شيء من المخالفة سيتم محاسبته أمام القانون وأمام الجميع وأمام كل جريح. وأرجو من الجرحى أنا أول مرة أسمع هذه التصريحات، ان هناك واحد يوقع على اوراق او ان هناك يعمل له تفريغ للعين او ان طبيبه نساء اولاد، يعني اعتقد ربما يعني لا يعني الامر هذا سيتم التحقيق فيه بشكل كبير، وهذا ما نتمناه. دكتور محمد هذا ما نتمناه ونأمله منكم كجهة مسؤولة، نأمل بسرعة تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الموضوع. دكتور محمد، اللجنة مشكلة وبصدد السفر إلى القاهرة طبيب مع عضو لجنة، وسيأتون عن طريق السفارة وستكون هناك التحقيقات بكل شيء بكل شيء. نعم. لا 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 لن نتهاون مع أحد مطلقا ولسنا، وايضا لا نكون ايضا من الانصاف اننا نقول ان هؤلاء ايضا بذلوا جهودا كبيره. صحيح. وعاد كثير من الجرحى ولديهم تحسن كبير. صحيح. اذا اعود اليك عبد الفتاح اسماعيل، لعلك استمعت لكلام الدكتور محمد، هل تود ان تضيف اي شيء؟ كل ما احب ان اوصله للدكتور محمد، فعلا حكايه السندات القاضيه هذه انا لم اتطرق اليها ولم اقدمها للدكتور محمد نتيجه لتاخر وصول المعلومات لدي، وكل ما نرتجيه من الدكتور محمد الذي هو بمقام والدنا الكبير واخونا في الجبهات، نطالب بفتح ملف تحقيق شامل مع لجنة مصر وإحالة اللجنة الفرعية للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير والأخطاء الطبية، حيث جعلوا من بعض الجرحى في إيران تجارب. أنا أرسلت لك بمقطع فيديو لجريح تم تصحيح عملية البتر عند دكتورة نساء ولادة، وذكرت اسم الدكتورة، وبإمكانك وبإمكان الدكتور محمد كتابة اسم الدكتورة على موقع جوجل لتتأكدوا ما هو تخصص هذه الدكتورة. أنا أرسلت لك أيضا بالجريح الذي كان يمارس الضغط عليه من أجل تفريغ عينه، مع أن عينه سليمة، وبعد جهود واعتراضات تم عمل العملية في مكان آخر وكانت العملية ناجحة. حكاية السندات لدينا شهادات موثقة من بعض الجرحى. نعم. أيضا التعامل اللجنة مع الصيدليات الخاصة، هذه الصيدليات تقوم برفع ومضاعفة قيمة وتكلفة العلاج 3 أضعاف. أنا طبعا أرسلت لكم بصورة لإحدى الفواتير
التي فيها مبلغ خيالي الفارق، وارسلت معها صوره لعرض السعر من صيدليه اخرى الفارق بالفاتوره الواحده تجاوزت 3200 جنيه. يعني مبالغ مهوله، ولجنه حقيقه نعم انه الاعباء والجهود التي يبذلوها في المتابعه عن المبالغ والاسعافيه وارسالها يمكن انهم لم يتفرغوا للاطلاع على هذه الحقائق، وكل ما نرجو منهم وامام الله وامام الناس ان ياخذوا هذه المواضع بعين الاعتبار ويتم تشكيل لجنه تحقيق ومحاسبه لكل من قصر. نعم، وهذا ما نأمله من الدكتور محمد، وهو للحقيقه تفاعل ووعد بتشكيل اللجنه. عبد الفتاح اسماعيل، شكرا جزيلا لك، وهذه مهمتكم انتم الان ان تقوموا بالترتيب للموضوع وبرفعه للدكتور محمد بشكل رسمي وبشكل موثق مرفق بالاثباتات. عبد الفتاح اسماعيل، شكرا جزيلا لك، شكرا انك كنت معنا في هذه الحلقه. اعود اليك دكتور محمد الثوابي، ولعلك استمعت لحديث عبد الفتاح ونوايا الجرحى بإرسال لكم الموضوع بشكل رسمي للنظر فيه دكتور محمد. شكلت اللجنة من أجل أن تذهب إلى مصر ثم تذهب إلى الهند، لأنه يعني هذا من واجبنا قبل أن يكون هذه الشكاوي مطلقا، ومع ذلك لن نتهاون مع اي شخص مطلقا. واقول يعني انه هناك انجاز من قبل الاخوه في اللجان سواء في مصر او في الهند، وهناك ايضا عمل اداري وقانوني سيحاسب كل انسان على تقصيره، لا نقاش في هذا مطلقا. سنعتبر هذه وعود منك دكتور محمد، شكرا جزيلا لك. هذا واجب علينا وليس وعد، هذا واجب علينا اكيد. شكرا جزيلا لك لتفاعلك لتفهمك لكونك ما كنت معنا في هذه الحلقه. اشكرك دكتور محمد الثوابي جزيل الشكر، رئيس اللجنه الطبيه الاصليه لجرحى تعز، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك دكتور محمد. اذا مشاهدينا الكرام نذهب لمتابعه بعض أيضا التصريحات للجرحى التي وصلتنا من القاهرة. نتقدم بشكوى إلى العقيد محمد الثوابي رئيس اللجنة الطبية في تعز والأخ محافظ تعز نبيل شمسان. لنا هنا في القاهرة من حوالي 6 أشهر إلى الآن فاقدين نوم شابعين نوم. وصلنا إلى القاهرة وفعلنا مقاسات أطراف صناعية بأول شهر، بأول شهر وصلنا فيها إلى هنا، و بعد ان سوينا المقاسات الصناعيه الى الان راقدين شابعين النوم ولا سولونا حاجه حتى لما نتعرف على اعضاء اللجنه الطبيه. تعرفنا على المندوب، مندوب التوصيل والاخ عبد الرحمن فقط لا غير. مهملين الان، انقطعت علينا المصاريف، لا توجد معنا لا مصاريف ولا غيره. يجب ان على كل جريح ان يتيح مجال لجريح اخر ياتي الى هنا. من اجل ايش؟ يا اخي تعالك خاسه جراح، الجراح في تعز خاسه جراحهم. ايش اقول على ان الفلوس اللي جابت معانا من 4000 جنيه والباقي والراحات 15 عمليه مع الجراحة ما ادري ايش وين. العمليات ضروري الا بالمعلمين، وبالمعلمين عند الدكتور اللي يشتموه. والعمليه بدل ما تعمل العمليه واحده تعمل بدل العمليه تعمل اربع، يعني يطولوا عرضوها. يعني انا لي سنه وانا حي عظم وعصب وشرايين، المفروض ان انا قسافر قبل 5 شهور. اذا اللجنه تشتع ظهر فساد تيجي معنا اللي احنا مضطرين احنا بنلاقي شهر. اللجنه لي 4 ايام اطالبهم يسوي لي بايجار بيت بايجار شقه، لان الدكتور طلب مني اجلس هنا شهر جنبه. لي 4 ايام راسلهم ايجار شقه يقول لي اليوم بعدين اليوم بعدين. ولا انا مضطر اقلع بهذه الحاله اقوم ارجع القاهره. اطلع بهذه الحاله وحالتي كذا وانا مضطر ان انا ارجع القاهره. هذا الفيديو للدكتور محمد الثوابي. هذه لجنتك يا دكتور، والله الله بالقرحاء، هذه أمانة عجزت الجبل أن تتحمله. هذا الإشارة. بعض من قمنا بتغطية وجوههم كان ذلك بطلب منهم. المناظر مؤلمة، وللتذكير أيضا أننا حاولنا الاتصال بالمحافظ لعدة مرات، تلفونه مغلق. أيضا حاولنا الوصول لمسؤولين في الحكومة، في وزارة الصحة، مسؤولين في المالية، حاولنا الوصول للجميع وكالعادة لم نتمكن من الوصول إليهم. الآن معنا محمد الظليمي وهو جريح أيضا في القاهرة، مرحبا بك محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أشكركم وأشكر قناتكم الأكثر من راية.
اهلا بك محمد، حدثنا عن وضعك. قضيتنا واضحه ومطروحه منذ اشهر، ولكن للاسف لا حياه لمن تنادي. يعني ما حالتنا هنا ماساويه اكثر من كذا، وطرحنا قضيتنا يعني منذ اشهر، وقد هي واضحه القضيه حقا يعني، لكن لا حياه لمن تنادي. نعم محمد، طالبنا بمحاسبه اللجنه هنا في القارب، ولكن يعني قد شكلت لجنه لمحاسبتهم، ولا يعني اموال تهدر هنا ما ولا ندري فين تروح. من تحمل المسؤوليه محمد، من تحمل مسؤوليه هذه الاوضاع التي تمرون بها؟ المسؤولين على اللجنه هنا في الخارج، يعني اليوم مسؤولين يعني خلوهم يحاسبون اللي هنا، لان طالبنا بلجنه محاسبه هنا ما حد يعني اوجه لهم اي شيء. نعم محمد، كان هنالك قضيه مكان فساد، يعني بعض جرحى يدخلهم مستشفيات يعني عند دكاتره ليس تخصصهم، كقضيه باتر الرجل يمكن هكذا عند دكتوره نساء وولاده. محمد، ما صحة الاتهامات التي وجهها البعض للجنة الطبية في مصر بتهم فساد؟ حدثنا عن ذلك محمد. فساد يعني موجود بهدر أموال كذا، يعني يودوه عند دكتور ليس تخصصه. أنا شخصيا عندي العين، وكانوا يريدون تفريغ عيني، يقول لي تفريغ، وضغطت عليهم لمده هكذا، حاولت عند دكتور متخصص، يعني الان العين الحمد لله تحسنت احسن منها، ولو كانوا قالوا يعملوا لي فص ميرجاني. محمد، انا لا استطيع ان اسمعك بشكل واضح، ولكن المخرج معد الحلقة يخبرني أنك أحد الجرحى الذي كان ضحايا للفساد، ولقد ذهبت إلى دكتور كان يطلب منك أن يفرغ عينك، ولكنك ذهبت على حسابك الشخصي. احكي للجمهور القصة. ما رحت على حسابي، رحت يعني بدلال مني، يعني الدكتور يعني متخصص أفضل من الذي علقنا، ويعني طلع بس على حسب اللجنه، رحت يعني اروح باسنادي وما اسنادي، بس تمام طلع يعني دكتور احسن من اللي يتنظموهم اللجنه، يعني هكذا يعني تقسيط الاموال او كذا، يطلبون ما تدري فين تروح اموال، يعني يقسطوا العمليات وما تدري بكم العمليه حقك عند الدكتور اللي تابع اللجنه واللي كذا واللي كذا. ما عندي لك حتى التقرير الطبي يعني بكم عمليتي علشان الاموال يدخلوها يمكن او كذا، والله اعلم. نعم محمد، رسالة توجهها. أوجه رسالة لكل مسؤول، والمسؤول يعني يحاسبوه اللجنة اللي هنا، يفعلوا له ويتقوا الله في الجرحى، ويشوفوا الجرحى يعني دكاترة متخصصين في كل واحد على مرضه، يعني مثلا في العين عندنا تخصص كبير، هي وجهنا عند طلاب متعلمين يمكن هكذا واسمه رخيصة. وأنا أوجه رسالة ل المسؤولين كامل يعني بمحاسبة تشكيل لجنة محاسبة، وهيكلة لجنة هنا في القاهرة جديدة يعني مثل معاناة الجرحى، يعني مساعدة الجرحى، أنا لي هنا 6 أشهر كذا، ولم أسوي إلا عملية واحدة، ولي عمليتين، ومطلوب يقول لي خلاص غادرة عمليتك التي انتهت. نعم محمد ظلمي، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك محمد، ونتمنى أن تصل رسائلكم ومناشداتكم إلى الجهات المسؤولة. معنا الآن وليد الخليدي، مرحبا بك وليد، أيضا جريح في القاهرة. مساء الخير وليد. مساء النور وليد، تفضل. أيوة، نحن أحد جرحى المدينة القاهرة، مبتعثين من 4/5/2019، وصلنا هنا للقاهرة قعدنا 2 شهر دون اهتمام، ثم أتت الميزانية وهي 100 مليون من الأخ المحافظ الذي وقع فيها، فتم إدخالنا العمليات، لكننا نحن الآن نعاني بسبب العجز المالي، واللجنة هنا في إهمال وفي إقصاء نوع من اللرى، فهم يتعللون بسبب عدم وجود الميزانية، فالأخ المحافظ الآن وقعها ب 100 مليون جديدة، وقعها ب 100 مليون جديدة لو إلى الآن لم تصرف، إلى الآن لم يستلمها، الذي صرفت قبل 10 أيام من الأخ سمير الحاج، أصرف ب 20 وجهها بصرف 20 مليون، وهي الآن ما تم
اللجنه الطبيه وقاموا اعطونا مصاريف 10 ايام لا تكفي. نحن في حاله الجرحى هنا وصلوا لمرحله يرثى لهم بسبب ان يعني بعضهم باع جواله من اجل يعيش، بعضهم رهن حقه الجواز السفر من اجل ان يعيش، ايضا صاحب الشقق يهددنا بالخروج من المنازل بسبب عدم وجود اللدى. فضغطنا على الاخ فكري العبسي بتزيد لكنه ليس بيده حيله، طبعا عدم وجود العجز بسبب العجز المالي الحاصل من اللجنه الطبيه في الداخل وهو في اليمن. فنوجه الاخ محافظ المحافظه ايضا بسرعه صرف ال 100 مليون الذي توعد بها، لكونه ايضا قال بيشكل لجنه مكونه من الاخ الاعلامي نجيب قحطان والاخ سند راوح بالاجتماع من الجرحى. لليوم لم يجتمعوا معنا هؤلاء، وايضا لليوم لم يوجه بصرف الفلوس. فنسمع قعقعه ولا نجد طحينا ولا نرى طحينا، فرجاء نحن في المهجر فنريد يعني مستحقاتنا، او اذا هم عاجزين فعليهم ان يسطرونا. في يا استاذه في هنا ما يقارب يعني عده جرحى لهم من سنه من 8 أشهر يتعللون بأن لهم عملية وهم أصحاء لا فيهم شيء، لماذا ما يتم ترحيل هؤلاء وتسفيرهم لليمن ويأتوا بدل ما يحصل العجز المالي؟ أيضا اللجنة الطبية هنا في القاهرة دوما المكتب مغلق، مكتب الدكتور فكري مغلق نهائيا، أحيانا ما نجده إلا وقت المصروف فقط. ايضا في مندوبين فائضين، يعني احنا مستعدين، نحن بكوننا جرحى مستعدين نشتغل عمل طوعي. يعني المفروض انها تشكل لجنه من 2 دكاتره مع رئيس اللجنه فقط، ونحن بنشتغل مندوبين وتطوعيا لله وبالله. تخيلي انا عملت العمليه مندوب لم ياتي الى العمليه ولم يقف جنبي في المستشفى نهائيا، من وقف جنبي هو الجريح، وكذلك بعض الزملاء نفس القضية. في إشكاليات وفي أخطاء وفي سلبيات، فرجاء فنرجو أن الاهتمام بالجريح. الجريح هو من ضحى بروحه ودمه من أجل الوطن، لا نريد أن نهتم في بلاد المهجر. فطبعا احنا نحاول نعمل، اتفقنا مع رئيس اللجنة الطبية بأن نجتمع أمام السفارة، فقال سوف ينسق مع السفير. لا ندري هل هو نسق أم أو الآن لم نسق، لا ندري ما هو الأسباب وما هو العائق الذي دائما يتعلل به الأخ فكري العمسي. نعم طبعا هو صراحة هو يبذل جهد كبير، هو طبعا مقام أب للجرحى للأمانة، لكن أنا أقول وأوجه رسالتي للمسؤولين رجاء أن تهتموا بالجانب المادي وعدم يعني عدم التهميش والإخفاء بالجرحى، فهذا هو. وليد هل أكملت؟ نعم أنا أسمعك، أنا أسمعك، أنا شفتك يعني منطلق بالحديث تتكلم بحرقة، أتحت لك المجال لتكمل كل ما عندك. نعم أنا كنت مصاب عندي العمود الفقري وصرت بالشلل، فأهملت فترة طويلة وصلنا هنا للقاهرة، وأهملت أيضا ما يقارب الشهرين للشهرين ونصف بدون عملية، بعد ضغط ومشاكل وبعد ذا تم ادخالي العمليه. لكن يا استاذه بعد كل معانا الان علاقات، معانا ايضا نحن بدون مصروف، نحن صاحب الايجار يعني يجي يطالبنا بايجارات، فعلا سلموا لنا العشر الايام هذه وايجار شهر، لكن فيما بعد اين بنروح وكيف اذا عدم وصول الميزانيه والفلوس؟ نحن جرحى لا نريد ان نهمل، انا اتكلم من فرقه عني وعن زملائي، ليس وليد الخليلي فقط، أنا أتكلم عن جميع الجرحى. وصل يا أستاذة لدرجة أنهم نعم يأكلوا وليد لست وحدك من تشعر بالحرقة والمرارة، صدقني ثق بي أننا جميعا نشعر بذات الحرقة ونشعر بنفس المرارة. وليد أنتم أبطال ويجب أن تكافئوا، وهذا أقل واجب من قبل الحكومة أن يتم علاجكم وأن لا يتم التقصير عليكم. وليد شكرا لك، سنتيح المجال لمتحدث آخر، معنا قائمة طويلة من المتحدثين من الجرحى ولكن للأسف لم نعد نمتلك الوقت. شكرا لك وليد الخليدي، شكرا لك. معنا عبد العزيز الحمزي، شباب معنا عبد العزيز. نعم. مرحبا نعم. بك عبد العزيز، مساء الخير، تفضل عبد العزيز. حياكم الله، نحن جرحى الجيش الوطني
محور تعز. طبعا نعاني الأمرين في القاهرة، جرحى تعز في القاهرة لم ينالوا حقوقهم المشروعة، لم ينالوا حقهم من العلاج. هناك فساد في اللجنة، اللجنة طبعا غير متخصصين في مجالهم الطبي. كذلك الجرحى الآن جراحتهم تعفن، في أخطاء طبية حدثت، دكاترة متخصصين بالنساء والولادة يعملوا عمليات للجرحى. الآن إحنا في لا مصاريف، لا علاجات، لا أي شيء يذكر، ولا كأننا دماءنا سفكت في تعز من أجل تعز، عزة وكرامة تعز اليوم مهملين في شوارع القاهرة بمصر. نعم إذا عبد العزيز شكرا جزيلا لك، أكتفي بهذا القدر، لم يعد لدينا وقت. إذا مشاهدينا الكرام نذهب الآن لمتابعة أيضا التصاريح التي وصلتنا عبر الواتساب من الجرحى في القاهرة. دخلنا في عمليات من اللجنة، لجنة الجرحى المحور تعز القاهرة، ودونا إلى دكتورة نساء ولادة بعملية الرجل المبتور، ثم عانيت من بعدها شهرين أو ثلاثة شهور من القيح، واشتكي للجنة واشتكي لهنا ولا حد استجابلي. من هنا ودونا إلى دكتور متخصص بالعظام وصلح ما غلط الباترة الدكتورة تنسى الولادة، والحمد لله تمام الآن بداية التحسنات، بس نعاني مدة شهرين ثلاثة ولن نلقي أي طرف لحد الآن، واحنا ندعي ونستجيب ولا احد يستجيب لنا طلبنا. كانت الدكتوره تقول لي تعلم كل اسبوعين، وانا اروح عليه كل اسبوعين عوده وادفع فلوس، وكانت تنديل علاج كل اسبوعين علاج، لما قال هددانا ومدري ايش اني بتبتري من فوق، صار المصاري في زفت ولا اي ريال من قبل عيد عرفه باسبوعين. يعني بدايه شهر ثمانيه؟ بدايه شهر ثمانيه معاني عناد شديد. إذن هذا الجريح أمين الشرعبي، إحدى صور الفساد التي تحدث عنها الشباب للجنة الطبية في القاهرة. من قام بعمل العملية دكتورة نساء وولادة. الآن ننتقل لاستعراض تصريح آخر، وهو من الزميل الصحفي وليد عبد الواسع، وهو من أبناء تعز وأحد جرحاها أيضا ومقيم في القاهرة ويعاني من نفس المعاناة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الصحفي وليد عبد الواسع الشرعبي، أحد الجرحى الذين وفدوا إلى القاهرة لتلقي العلاج. كان وصولي بتاريخ نهاية يناير 2019. حتى الآن جريت عمليتين جراحيتين، ثلاث عمليات جراحية، إحداهما في الرجل اليمنى وأخرى في العمود الفقري، لكن هو بسبب تعذر اللجنة عن دفع تكاليف العلاج وإجراء العمليات، ما زلت حتى الآن دون استكمال المرحلة العلاجية المقررة لي بحسب تقارير الأطباء. تعاني اللجنة الطبية في القاهرة هنا من أزمة مالية بسبب تخاذل الشرعية والحكومة عن تسديد المبالغ المستحقة للمستشفيات والجرحى، كما أن هناك ميزانيات معتمدة من لدى البنك المركزي اليمني لم يتم صرفها بحسب ما أعرف. اتصال أخير من أمجد السري، مرحبا بك أمجد، حاولنا الاتصال بك طوال الحلقة، لم يعد لدينا الكثير من الوقت، أرجو أن تختصر ما لديك. أهلا وسهلا بكم. ألو؟ نعم تفضل أمجد باختصار. يعني بشرح لكم وضع جرحى مدينة تعز الآن في القاهرة. الجرحى من قبل أشهر لا يدخلوا لا عمليات ولا إجراءات طبية، تم إيقاف مستحقاتنا وإيقاف المصاريف اليومية وإيجارات السكن. يعني معانا وعود فرضت علينا، وعود على الورق من قبل رئيس الوزراء ومن السلطة المحلية، ومعانا كذلك مبلغ استقطاعات من مرتبات الجرحى ومرتبات الجيش الوطني لم تصل إلينا أبدا. نعم نعم أمجد، أنا مضطرة أن أختم معك، وصلنا إلى نهاية وقت الحلقة، أعتذر منك أمجد، شكرا جزيلا لك، شكرا لأنك كنت معنا في الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام ألخص أبرز مطالب الجرحى أو أقول الأبطال في القاهرة: اعتماد ميزانية ثابتة،
تشكيل لجنة تحقيق بالتهم الموجهة للجنة الطبية في القاهرة، صرف المبالغ التي تم اعتمادها، المبلغ الذي تم اعتماده من قبل محافظ تعز، والمبلغ الآخر الذي تم اعتماده من رئيس الوزراء ومن نائب رئيس الجمهورية، وعدة مبالغ تم اعتمادها ولم يتم صرفها. إذن ربما كانت هذه أبرز المطالب. نشكركم على حسن المتابعة، نشكر كل من كان معنا في هذه الحلقة، والشكر موصول من زميلي في الإعداد وديع عطا. يعطيك العافية وديع على كل الجهد الذي بذلته. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم على خير في حلقة قادمة. إلى اللقاء.